هذا هو حال إحدى دور العرض السينمائية التي كانت تعرض فيلم حلاوة روح بطولة النجمة اللبنانية هيفاء وهبي بعد قرار السلطات المصرية وقف عرض الفيلم وإعادته مجددا إلى الرقابة على المصنفات الفنية لإعادة النظر في الترخيص الذي كان قد حصل عليه. وهذا هو حال نفس دار العرض السينمائي قبل ساعات من قرار الحكومة وقف عرض الفيلم. في هذا الإطار الفارغ كان يوجد إعلان فيلم حلاوة روح الذي قرر مجلس الوزراء المصري وقف عرضه وإحالته مجددا إلى الرقابة، قرار وجه بعاصفة من الرأي والرأي المضاد، ما بين انتقاد لتدخل الدولة في حرية الإبداع الفني وموافقة على هذا التدخل بحجة الحفاظ على الذوق العام. تراوحت ردود فعل الجماهير. دلوقتي الفيلم خلاص اتصور وأوريدي هتلاقيه كمان شهر أو شهر ونص بالكتير هتلاقيه على اليوتيوب، وبعد كده هينزل على الاجهزه كلها عادي جدا. المفروض قرار زي ده بصراحه الكل يؤيده، لان معروفه طبعا الافلام دي ما يصحش. احنا كفايه الهبوط في الاخلاق اللي حصل من ثوره 25 يناير لغايه النهارده. تريلر نزل على اليوتيوب في اول 3 ايام كان عامل 3 مليون ونص مشاهده، 3 مليون. مع احترامي للجنه المصنفات ومع احترامي للرقابه ومع احترامي، دول كلهم مجموعه عدد افراد، عدد الافراد ده ما يحكمش على شعب، دول نسبتهم كلهم قد ايه من الشعب. ويقول صناع الفيلم إنهم حصلوا على كافة التراخيص المطلوبة وأن قرار وقف عرض الفيلم هو قرار خاطئ، بينما يرى قطاع كبير من النقاد أن تدخل الدولة بهذا الشكل يمثل سابقة مرفوضة، وذلك رغم تدني المستوى الفني للفيلم بصفة عامة كما يقولون. في ألف وسيلة لدعم السينما الجادة، والفترة اللي فاتت في أكتر من فيلم زي لا مؤاخذة وفتاة المصنع في الترشح الأخير عملوا مشاهدات طيبة جدا. أنا الحكومة بقى تدعم ده كويس، ما تروحش تقول عليه اعلانات وما تتعاملش معاه في التلفزيون الحكومي، لا. انا كان نفسي ان ابراهيم محلب يروح يتفرج على فيلم كويس عشان يدي رساله يا جماعه ادخلوا الفيلم ده، مش انه يمنع فيلم ما شافوش. وفي هذا الاطار قررت الحكومه المصريه استعاده اصول السينما من استوديوهات وبلاتوهات ودور عرض الى ملكيه وزاره الثقافه مع دعم المركز القومي للسينما لانتاج افلام بتمويل حكومي او بالمشاركه مع المنتجين الجادين لاثراء صناعه السينما المصريه. عطيه نبيل، بي بي سي، القاهره.